We ask the question. What is needed in the world? Arhijepiskop Grčko-pravoslavnog patrijarhata u Jerusalemu Teodosije Atala Hana odavno je poznat na Bliskom istoku, a interes balkanske javnosti izazvao je kritikom Nebojše Radmanovića, srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Archbishop Theodosios, welcome to Al Jazeera. Thank you very much. You're popular with Arabs, but unpopular with the Israeli authorities. How did it happen? أولاً لابد لي أن أؤكد بأنني كمطران في الكنيسة الأرثوذكسية في القدس أنا أنتمي إلى هذه الكنيسة المسيحية العريقة وأنتم تعلمون أن المسيحية انطلقت من فلسطين المسيح ولد هنا وعاش هنا ومات هنا وقبره موجود في القدس ومن هذه المدينة أيضا صعد إلى السماء ونحن أيضا ننتمي إلى الأمة العربية وننتمي إلى الشعب الفلسطيني الذي يناضل من أجل حريته وكرامته واستقلاله ونحن من واجبنا كمسيحيين مؤمنين ومن واجبنا كعرب فلسطينيين أن نناصر هذا الشعب وأن نقف إلى جانبه وهذا أمر يزعج سلطات الاحتلال سلطات الاحتلال الإسرائيلية لا تريدنا أن نكون إلى جانب شعبنا تريدنا أن نكون متفرجين صامتين مكتوفي الأيدي ونحن لن نكون كذلك نحن سنكون دوما إلى جانب شعبنا لأن قضية فلسطين هي قضيتنا جميعا هي قضية المسلمين وقضية المسيحيين. We are talking in Jerusalem. In your opinion, is it really a free and open city? إن المدينة المقدسة القدس التي نلتقي فيها الآن هي مدينة مقدسة لها مكانتها في الديانات التوحيدية الثلاث وحسب التسلسل التاريخي هنالك اليهودية وهنالك المسيحية والإسلامية ونحن نحترم هذا نحترم خصوصية القدس باعتبارها مقدسة ومباركة ولها مكانتها الروحية لدى هذه الديانات التوحيدية الثلاث ولكننا نعتقد بأن الاحتلال الإسرائيلي لمدينة القدس هو احتلال عنصري ظالم هو احتلال يسعى لإبراز هذه المدينة المقدسة وكأنها يهودية وكأنها إسرائيلية ويتنكرون لأهميتها في الديانة المسيحية وفي الديانة الإسلامية مسيحيا عندنا في مدينة القدس كنيسة القيامة التي تعتبر من أهم الكنائس المسيحية الموجودة في العالم وإسلاميا هنالك أيضا المسجد الأقصى المبارك الذي يعتبر من أهم المعالم الدينية الإسلامية أيضا في العالم ولذلك نحن نعتقد بأن ما تقوم به سلطات الاحتلال إنما هو تطاول على قدسية المدينة. Do Palestinians have the right and freedom to enter the city without any restrictions? على الإطلاق الفلسطينيون المسيحيون والمسلمون لا يتمتعون بحرية الدخول إلى هذه المدينة المقدسة تصوري أن هنالك مدن وبلدات فلسطينية تبعد عن مدينة القدس 10 دقائق بالسيارة وأهلها لا يتمكنون من الدخول إلى مدينة القدس هنالك أسوار تمنعهم وهنالك حواجز عسكرية تمنعهم من الدخول إلى مدينة القدس أهالي بيت لحم مثلا أو بيت ساحور أو بيت جالة أو رام الله أو البيري أو غيرها من المدن الفلسطينية لا يمكنهم أن يدخلوا إلى مدينة القدس بينما من يأتي من أستراليا ومن يأتي من أمريكا ومن يأتي من بعيد يعني يمضي ساعات في الطيارة يمكنه أن يصل إلى مدينة القدس لن يتمكن الاحتلال من اقتلاع القدس من وجداننا ومن ضمائرنا ومن حياتنا حتى وإن منعنا جسديا من دخول القدس فالقدس حاضرة في قلوبنا وفي تراثنا. What about you? You are an Orthodox. In 2002, you were arrested outside of your home by Israeli border police. Why? الجواب على هذا السؤال
يمكن أن يكون من خلال ما تم خلال هذه الساعات التي فيها تم التحقيق معي في المسكوبية، وهي الشرطة الإسرائيلية، مقر الشرطة الإسرائيلية المعروفة في مدينة القدس. عندما تم اعتقالي بهذا الشكل التعسفي وبهذا الشكل الغير إنساني من باب البطريركية الأرثوذكسية في القدس، التحقيق كان يتمحور حول آرائي السياسية، حول مواقف سياسية، حول مقابلات تلفزيونية، حول مشاركات في ندوات وفي مهرجانات. وأنا يمكنني أن أستخلص من كل ما قيل خلال هذا التحقيق. وعلى فكرة تم اعتقالي أيضا مرات أخرى، وكان الهدف من كل هذه الاعتقالات هو الضغط علي لكي أتوقف عن تأدية رسالتي الوطنية في دعم الشعب الفلسطيني. أنا أعتقد بأنهم فشلوا في هذا، هم حاولوا أن يضغطوا علينا، وهم حاولوا أن يبتزونا، وهم حاولوا أن يضغطوا على المؤسسة الدينية المسيحية، ولكنهم فشلوا. والدليل على ذلك أننا اليوم نلتقي ونتحدث، ونحن نستقبل كل وسائل الإعلام، ونشارك في كثير من الفعاليات الوطنية في مدينة القدس. إن ضغوطاتهم علينا واعتقالاتهم لن تزيدنا إلا تمسكاً بوطنيتنا وبفلسطينيتنا وبدفاعنا عن قدسنا ومقدساتنا. One time you said, it's ridiculous to imagine Palestinian without Jerusalem because it beats in the heart of every Palestinian. Does it also beat in the hearts of every Jew and every Catholic? نحن نود أن نقول بأن موقفنا فيما يتعلق بمسألة القدس هو موقف واضح. نحن نحترم خصوصية مدينة القدس ومكانتها الدينية لدى كل الأديان التوحيدية، اليهودية والمسيحية والإسلامية. مدينة القدس هي ليست فقط مدينة، وإنما هي رسالة لها بعد روحي ولها بعد حضاري، ويتوق لزيارتها الملايين من المؤمنين في هذا العالم. ولذلك نحن من هذا المنطلق نرفض الممارسات الاحتلالية في مدينة القدس. وأنا كفلسطيني أقول لا يمكنني أن أتحدث عن فلسطين بدون القدس، ولا يمكنني أن أتحدث عن القدس بدون فلسطين، لأن القدس هي عاصمة فلسطين، وفلسطين عاصمتها القدس، وبالتالي لا يمكننا أن نفصل الشعب الفلسطيني عن مدينته التي يعتبرها عاصمته الروحية والوطنية. The Christian Palestinians were here since the time of Jesus, but in some ways they look like foreigners in their own town. What do you think about it? ليس فقط المسيحيون، وإنما كل الشعب الفلسطيني. الاحتلال الإسرائيلي للقدس وللأراضي الفلسطينية المحتلة لا يميز بين مسيحي ومسلم. يعني لا توجد هنالك ممارسات ظالمة بحق المسلمين وبحق المسيحيين، أو تختلف يعني بحق المسيحيين. كل الممارسات هي ذاتها، الظلم هو ذاته، العنصرية هي ذاتها. الفلسطينيون كلهم مسيحيين ومسلمين يعاملون في مدينة القدس وكأنهم غرباء، ولكننا نقول بأننا لسنا غرباء ولن نكون غرباء، ونرفض أن نعامل كالغرباء. نحن أصيلون في مدينتنا وفي انتمائنا لوطننا. What do you say when you heard that emergence of the state of Israel is promised by God? أنا أعتقد بأن أولئك الذين يتحدثون عن وعد الله يجب أن يميزوا بين وعد الله ووعد بلفور. الاحتلال تم بوعد من بلفور وليس بوعد من الله. وأنا أعتقد بأن الله من خلال كتبه المقدسة ومن خلال كل الديانات الموجودة في هذا العالم لا يمكن أن يحلل وأن يبارك اقتلاع الناس وطرد الناس وتشريد الناس وانتهاك كرامة الناس. ما حدث عام 48 من اقتلاع للشعب الفلسطيني، ما نسميه عندنا النكبة الفلسطينية، التشريد الذي لحق بالشعب الفلسطيني، هذا لا يمكن أن يباركه الله ولا يمكن أن يحلله الله. الله تعالى لا يقبل الظلم
ولا يقبل القتل ولا يقبل أن يطرد الناس من منازلهم. Some Western countries support the Israeli occupation on the Palestinian territories. What is the position on what is your position on this matter? Is occupation the result of a promise given to the Israelis by international community or by God? أنا أعتقد بأن الدول الغربية التي تدعم إسرائيل إنما تعاني من مشكلة أخلاقية. الإنسان الذي يقف إلى جانب الظالم، إلى جانب القاتل، إلى جانب الذي يمارس الاحتلال، هذا عنده مشكلة أخلاقية. وأنا أتساءل كيف تتغنى هذه الدول الغربية بحقوق الإنسان وبالديمقراطية وبالحريات، وفي نفس الوقت نراهم يدعمون إسرائيل ويقفون إلى جانب إسرائيل. أنا أعتقد بأن القيم الأخلاقية والقيم الإنسانية تدعونا لكي نناصر الشعب الفلسطيني، وإذا ما أراد البعض أن يخاطبوا إسرائيل فليخاطبونها قائلين بأنك يا إسرائيل أنت تمارسين الاحتلال وتمارسين الظلم، ويجب أن ينتهي هذا الاحتلال ويجب أن ينتهي هذا الظلم. أما أن يبارك البعض وأن يؤازر البعض إسرائيل في ظلمها واحتلالها فهذا في ظني مشكلة أخلاقية ومشكلة إنسانية وتناقض مع هذه المبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان التي ينادي بها البعض. You said that some groups need to reread the Bible. Do you agree that some Muslims also need to reread the Quran? I'll give you an example. I met people who said the fight against Israel is something that is ordered by the Quran. What do you think about it? نحن نرفض أن يقتل الإنسان لأي سبب كان. الإنسان هو كائن مقدس لأن الله هو الذي خلقه. ولذلك أنا كرجل دين أرثوذكسي مسيحي أنتمي إلى كنيسة عريقة في مدينة القدس، لا يمكنني أن أبرر العنف ولا يمكنني أن أبرر القتل بأي شكل من الأشكال. ولكن في نفس الوقت أقول بأنه من واجبنا كمسيحيين وكمسلمين وحتى كيهود أن نعود إلى القيم الدينية الحقيقية لكي نكتشف بأن ديانتنا تعلمنا المحبة، تعلمنا السلام، تعلمنا الدفاع عن حقوق الإنسان، تعلمنا أن يعني أنا لا أدعو إلى كتابة إنجيل جديد أو إلى كتابة قرآن جديد. هذا القرآن هو القرآن الذي يجب أن يعود إليه المسلمون، وهذا الإنجيل هو الذي يجب أن يعود إليه المسيحيون. وإذا ما عدنا إلى إنجيلنا وإلى قرآننا وإلى كتبنا المقدسة سنكتشف أننا مدعوون لكي نكون أناساً فعلة للخير وفعلة للسلام وفعلة للمحبة في هذا العالم. Do you believe a two-state solution is still possible? أنا لست من أولئك الذين يعتقدون بدولتين لشعبين. أنا من أولئك الذين يعتقدون بدولة واحدة للجميع. الجميع يمكنهم أن يتعايشوا ويمكنهم أن يكونوا معا مع الاحتفاظ بحق الفلسطينيين الذين نكبوا عام 67 وعام 48 بأن يعودوا إلى بلدهم. حق العودة بالنسبة إلي، حق عودة الفلسطيني هو من أهم الحقوق التي يجب أن يتمتع بها شعبنا الفلسطيني. يجب أن يعود الفلسطينيون الذين نكبوا إلى بلدهم، ويجب أن يتمتعوا بحرية العودة إلى كل القرى والبلدات والمدن التي منها طردوا. وأنا أعتقد بأننا يجب أن نكون في ظل دولة واحدة، دولة واحدة علمانية مدنية ديمقراطية يعيش فيها الجميع بحرية. Is there a conflict between Arabs and Israelis or something else? أنا أعتقد بأن هذا الصراع هو صراع بين مالك الحق وهو الفلسطيني العربي وبين من لا يملك الحق ويريد أن يملك أن يفرض ما يريد بقوة السلاح وبقوة المال وبقوة الدعم الذي يأتيه من الخارج.
نحن نعتقد أننا كفلسطينيين نحن أصحاب الحق التاريخي في هذه البلاد. فلسطين هي للفلسطينيين وهي ليست للمستعمرين والمحتلين، وأنا أعتقد بأن الفلسطيني يجب أن يعيش حراً أبياً كريماً في وطنه. نحن نتوق إلى الحرية، نحن لسنا مجرمين وإرهابيين كما تصورها وسائل الإعلام الغربية أو بعض وسائل الإعلام في الغرب. نحن جماعة نحب السلام ونعشق الكرامة ونعشق الحرية، لسنا مصاصي دماء ولسنا قتلة وإرهابيين. الإرهابيين هم الذين يحتلون الأرض ويظلمون الشعب الفلسطيني، نحن كفلسطينيين ضحايا هذا الإرهاب الممارس بحقنا. ولذلك أنا أعتقد بأننا إذا ما تحدثنا عن صراع، الصراع لن ينتهي إلا بإنهاء الاحتلال وعودة الفلسطيني إلى بلده لكي يعيش بحرية في وطنه. But Israel attempts to present this conflict as a Jewish Muslim religious conflict. هذا ليس صحيحا على الإطلاق. الصراع القائم عندنا ليس صراعا إسلاميا يهوديا أو يهوديا إسلاميا. وأنا هنا أود أن أنوه أن الشعب الفلسطيني صحيح أن غالبيته هي من المسلمين، ولكن هنالك أيضا مسيحيين الذين هم جزء أساسي من مكونات هذا الشعب. ولذلك لا يمكننا أن نصف الصراع بأنه صراع إسلامي يهودي، لأن شعبنا الفلسطيني فيه المسلم وفيه المسيحي، وهنالك أيضا يهود الذين يناصرون القضية الفلسطينية ويتضامنون معنا ويأتون إلينا ويشاركون معنا في المظاهرات وما إلى ذلك. أما من الناحية اليهودية فنحن نقول أن الصراع هو ليس مع الدين اليهودي وليس مع الشعب اليهودي، وإنما هو مع الإسرائيليين المحتلين الذين يمارسون العنصرية بحق الشعب الفلسطيني. هنالك جماعات يهودية، منها ما هو متدين ومنها ما هو يساري أو ليبرالي وما إلى ذلك، الذين يتضامنون معنا كفلسطينيين، وإن كانوا قلة في عددهم إلا أنني لا يمكنني أن أنكر أن هنالك مجموعة من اليهود التي ترفض سياسات إسرائيل الاحتلالية. You were shocked when you heard that Mr. Radmanovich rejected the recognition of Palestine. Why? نحن صدمنا حقيقة من هذا الموقف، الموقف الذي اتخذه هذا الرئيس. كنا نتمنى منه أن يقف إلى جانب الشعب الفلسطيني، كنا نتمنى منه أن يأخذ بعين الاعتبار أن هنالك أيضا مسيحيين فلسطينيين يعانون من الاحتلال كإخوانهم المسلمين، وكنا نتمنى منه أن يتضامن معنا. أنا حقيقة كمطران أرثوذكسي في القدس لم أتفهم هذا الموقف، ولذلك استنكرناه وعارضناه ونددنا به. ونحن نتمنى من هذا الرئيس أن يراجع حساباته. نحن حقيقة نخاطبه بكل الاحترام، نحن لا نحرض على أحد، وليس من سياستنا أن نسيء لأحد أو أن نستعمل تعابير غير لائقة بحق أحد. نحن نحترم الناس ونعرف كيف يجب أن نخاطب الناس، ونحن نتمنى منه أن يراجع حساباته وأن يعود إلى قيمه الأرثوذكسية، وهو أرثوذكسي. Do you really believe that Hamas is able to recognize Israel as a state? أنا أعتقد بأن كل الفصائل الفلسطينية الكبرى، سواء كانت فتح أو كانت حماس أو كانت الجبهة الديمقراطية أو الجبهة الشعبية أو الأحزاب الأخرى الموجودة في الساحة الفلسطينية، هذه الفصائل الفلسطينية إنما تتبنى مواقف تقول بأن هنالك احتلالاً يجب أن يزول وهنالك ظلماً يجب أن يختفي. ونحن حقيقة نتبنى هذه الطروحات، نحن نؤيد الفصائل الفلسطينية مجتمعة في مساعيها الوطنية الطيبة من أجل نصرة القضية الفلسطينية ونصرة القدس، ونحن نتمنى من هذه الفصائل مجتمعة أن تتوحد، لأنها عندما تتوحد تكون قوية في مواجهتها للاحتلال وفي دفاعها عن القضية الفلسطينية.
Israel has built a separation wall and claims it's for security purposes. How do you respond to that? What is the purpose of this wall? هذا جدار عنصري بامتياز. وأنا حقيقة عندما زرت قبل عدة سنوات مدينة برلين الألمانية كنت أشاهد كيف أن الشعب الألماني هدم هذا الجدار العنصري الذي كان يفصل الإنسان عن أخيه الإنسان. وأنا أعتقد بأننا كفلسطينيين أيضا هنا في فلسطين نحن مدعوون من خلال صمودنا، من خلال وطنيتنا، من خلال وحدتنا الوطنية، نحن مدعوون لإزالة هذا الجدار. How do you see the blockade of Palestinian towns and villages? أنا أعتقد بأن الفلسطينيين المحاصرين الذين يعيشون في مدنهم ويعيشون في مخيماتهم وقراهم ويعانون من هذا الحصار العنصري الظالم إنما هم أبطال، إنما هم مناضلون بامتياز، لأنه بالرغم من كل هذا الحصار وسياسات التجويع وسياسات إضعاف الوجود العربي الفلسطيني إلا أن الفلسطينيين تمكنوا، وبالرغم من كل هذه السياسات الظالمة تمكنوا من الصمود والبقاء والتشبث بالأرض. When I saw the Gaza Strip, I realized that it's the biggest prison in the world. How is something like that possible in the 21st century? أولا، نحن متضامنون مع أهلنا في قطاع غزة، وأنا شخصيا حاولت عدة مرات أن أزور قطاع غزة ولكن كنت أمنع من قبل السلطات الاحتلالية التي لم تسمح لنا بأن نذهب إلى غزة لكي نتواصل مع أهلنا هناك. وأنا أعتقد بأن غزة هو أكبر سجن موجود في هذا العالم، فيه 1.5 مليون خليقة الممنوعون من الخروج، الممنوعون من التنقل، ناهيك عما يتعرضون له من تعديات. وقبل عدة أشهر كانت هنالك حرب ظالمة بحق أهلنا في قطاع غزة، والتعديات مستمرة ومتواصلة. I was talking with Palestinian refugees. Some of them gave up the right of return. They are tired of waiting. Do you have maybe any message? ليس صحيحا أن الفلسطينيين تعبوا من انتظار حق العودة. لم يتعبوا على الإطلاق، لا بل بالعكس، هم ازدادوا ثباتا وتمسكا بهذا الحق. وأنا عندما أزور المخيمات الفلسطينية وأزور اللاجئين الفلسطينيين أكتشف بأن الشباب والأطفال الفلسطينيين هم ليسوا أقل حماسة من آبائهم وأجدادهم فيما يتعلق بقضية العودة. حق العودة هو حق مقدس، هو حق يتمسك به كل الشعب الفلسطيني، ومهما طال الزمان ومهما استمر الاحتلال يجب أن يعود الفلسطيني إلى بلده. The situation in Syria, what do you think about Bashar al-Assad and what do you think about rebels? نحن نعيش حالة حزن وألم على ما يحدث في سوريا، لأن سوريا بلد نحبه وبلد قدم للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني الكثير من التضحيات والكثير من الشهداء، وسوريا احتضنت الكثير من الفصائل الفلسطينية المناضلة وقدمت الكثير من الأمور من أجل الشعب الفلسطيني، ولذلك نحن متضامنون مع سوريا فيما تتعرض له، ونحن نتمنى أن تتجاوز سوريا هذه الأزمة. You said that the conspirators want to destroy the brotherly relations between Muslims and Christians in Syria, but they will fail. Can you explain that? أنا أعتقد بأن في هذا العالم هنالك تيارات تتاجر بالدين لأغراض سياسية، وقد تكون إسلامية، وقد تكون مسيحية، وقد تكون يهودية وما إلى ذلك. هنالك أناس يستغلون الدين لأغراض سياسية، لأغراض لا دينية، ولأغراض غير إنسانية وغير حضارية. أنا أتمنى من أصحاب الديانات التوحيدية الثلاث
وخاصة المسيحية والإسلامية، أولئك الذين يتعايشون معا منذ قرون في المنطقة العربية، من أن يرسخوا من ثقافة التعايش والتسامح والعلاقة الطيبة فيما بينهم. How is possible to solve the crisis in Syria? أنا أعتقد بأن حل الأزمة السورية لا يمكن إلا أن يكون بطريقة واحدة، وهي الحوار ثم الحوار ثم الحوار. لا يمكن أن يكون هنالك حل للمسألة السورية من خلال التدخل الأجنبي، ومن خلال الإملاءات التي تأتي من الغرب، ومن خلال العنف، ومن خلال القتل والتدمير وما إلى ذلك. In 2002, Greek Patriarch of Jerusalem, Irenaeus I, accused you of supporting the Palestinian terrorism. How did you receive that? كثيرون في هذا العالم الذين يظنون بأن النضال الوطني الفلسطيني هو إرهاب، وهذا أمر مؤسف. وأنا أتمنى من أولئك الذين يصفون النضال الفلسطيني بأنه إرهاب بأن يعودوا إلى رشدهم وأن يصححوا من هذا الخطأ الذي يرتكبوه، فإن الفلسطيني القابع في ظل الاحتلال من حقه ومن واجبه أن يناضل من أجل الحرية، أن يكافح من أجل الحرية. نحن عندما نقرأ تاريخ الشعوب نلمس أن كل الشعوب التي تحررت ونالت حريتها لم تقدم لها هذه الحرية على طبق من ذهب، وإنما ناضلت وقدمت الشهداء والتضحيات وما إلى ذلك. أنا أعتقد بأن الفلسطيني الذي يناضل هو ليس إرهابي، وإنما هو يقوم بواجبه الوطني تجاه شعبه الفلسطيني. You were awarded the Jerusalem Prize by the Palestinian National Authorities. It was in 2004. What does that award mean to you? أنا حقيقة تلقيت هذه الجائزة، وتلقيت غيرها من الأوسمة والجوائز الوطنية، سواء من فلسطين أو من دول عربية أو مؤسسات مسيحية. هنالك قائمة طويلة بالأوسمة والجوائز التي نلتها، وأنا حقيقة أود أن أقول لك بأنني كل هذه الجوائز وكل هذه الأوسمة، وطبعا جائزة فلسطين من أهمها، أهديها لإخوتنا الأسرى المسجونين في سجون الاحتلال. Archbishop Theodosius, thank you for joining us. Thank you. We ask the questions. What is needed in the world?